ممكن يفرح قلب المسيح. النجاح الروحي أو النجاح في الخدمة أو المواهب الروحية، قوة الله، لأن من خلال الصليب تم خلاص البشرية. جسد المسيح ودم الأشياء التي تشتهي الملائكة أن تراها. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح السادس من عدد 27 لعدد 38. لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، احسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا. وكل من سألك فاعطه، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه. وكما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. وإن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. وإذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يفعلون هكذا. وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل. بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني العلي، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. ولا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم، اعطوا تعطوا، كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم، لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين. في حاجات بيعملوها الأشرار لو احنا عملناها يبقى احنا مش أفضل منهم. بيحسنوا للناس اللي بيحسنوا إليهم، بيقرضوا أو يسلفوا الناس اللي عارفين إن هم حيردوا ليهم الدين اللي خدوا منهم. وفي حتة تانية يقول لتكونوا بني العلي، لأن أولاد الله بيختلفوا عن أولاد العالم. الله صالح يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، يقول كده، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. بينعم على غير الشاكرين والأشرار، وأولاد الله بيتمثلوا به. عايز أقول أكتر من كده، أولاد الله لأنهم مولودين من الله بياخدوا طبيعة جديدة، صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. فعشان كده وصية المحبة هي أهم وصايا الكتاب المقدس كله. انت يمكن بتعمل حاجات حلوة كتير، لكن الدافع ليها ايه؟ محبة. يمكن انك انت بتخدم ناس خدمة غير معقولة وبتضحي بنفسك، لكن بتعمل كده ليه؟ هل في محبة
ولا انت بتعمل كده علشان الناس تقول عليك انك راجل صالح وخير وكريم وانك انت انسان يعني كلك رجل البر والصلاح والاحسان الى اخره. فالدافع هو ايه؟ الدافع وانت بتعمل الخير ايه؟ المحبة. انا عايز اقول لك اكتر من كده، لما بتقف تصلي الدافع هو ايه؟ محبة ربنا ولا خايف من ربنا؟ عشان كده المحبة هي اعظم وصية في الكتاب المقدس. يعني الانسان لو قدر ان هو يقتني المحبة هيبقى اقتنى ايه؟ المحبة هي ايه؟ هي من الله، لان الله ايه؟ محبة، والذي يحب فقد ولد من الله ويعرف الله محبة. عشان كده يا احبائي احنا النهاردة لازم نفهم حاجة مهمة جدا، ان المحبة مرتبطة جدا بالخليقة الجديدة. احنا بنتكلم عن محبة غير المحبة اللي بيعرفها الناس، لان المسيح هنا بيقول احبوا اعداءكم، احسنوا الى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. مين يقدر يعمل كده لو عنده المحبة الطبيعية العادية اللي موجودة في البشر العاديين؟ دي محبة سوبر ناتشورال، يعني محبة ما هياش من عند البشر، ولكن دي محبة الله اللي قال عنها بولس الرسول في رومية 5:5 إن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. محبة مصدرها الله نفسه، يعني لازم تطلبها، يعني لازم تاخدها، لازم تقتنيها. وقلنا إنها مرتبطة جدا بإيه؟ بالخليقة الجديدة. يقول معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانية 5:17 إذن إن كان أحد في المسيح فهو إيه؟ خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. النهاردة أنا عايز أتكلم عن 4 جوانب في المحبة بس. المحبة باذلة أول حاجة، المحبة غافرة نمرة 2، المحبة عطاءة نمرة 3، المحبة ساترة نمرة 4. المحبة باذلة. المسيح بعد ما غسل أرجل التلاميذ، لا ده قبل ما يغسلهم، قبل ما يغسل أرجل التلاميذ، بعد ما غسل هقول لكم قال إيه كمان. قبل ما يغسل أرجل التلاميذ يقول كده القديس يوحنا في إنجيله صحاح 13، أما يسوع وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم، إذ كان قد أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى، قام عن العشاء واعتذر بثوبه، ابتدي يغسل أرجل التلاميذ. خلي بالكم محبة باذلة، المحبة فيها بذل، فيها غسل أرجل، أحبهم إلى المنتهى. وبعد ما غسل رجليهم قال لهم إيه في نفس الإصحاح وعدد 34؟ قال لهم وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. وبعدين يكمل كده يقول كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. خلي بالكوا وصية إيه؟ جديدة، لها مرتبطة بالخليقة الجديدة. مش وصية الناموس إنك تحب قريبك كنفسك بس، لأن الناموس يقول لك تحب قريبك وتبغض إيه؟ عدوك. لكن هنا وصية جديدة، أما أنا فأقول لكم أحب إيه؟ أعداءكم. فهذه الوصية الجديدة مرتبطة جدا بالخليقة الجديدة، فالإنسان ما يقدرش ينفذ هذه الوصية إلا إذا كان حاصل على هذه الخليقة الجديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. يبقى أنا لما أبقى في المسيح وأبقى خليقة جديدة، وما قال محبة ربنا تنسكب في قلبي بالروح القدس، محبة باذلة. خلي بالكم لما بنقول محبة باذلة
واضحة جدا جدا ان المسيح لما بيقول لنا انكم تحبوا وتبذلوا في محبتكم، هو قبل ما يتكلم ويعلم كان بيقدم محبة باذلة عجيبة. قال للتلاميذ كده في يوحنا 15-13: اي حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل ايه؟ احبائه. هضع نفسي عنكم، هموت عشانكم، مستعد ان انا اصلب عشانكم. دي المحبة البازلة، فيها بذل حتى الموت، حتى الموت محبة بازلة. هكذا احب الله العالم حتى ايه؟ بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له ايه؟ الحياة الأبدية. محبة بازلة. وأنا عايز أقول لك حاجة مهمة خالص النهاردة، المحبة البازلة دي الطريق ليها هو إنكار الذات والاتضاع. مش عايز أقول إنكار الذات بس، بغضة الذات. المسيح قال إن لم يبغض أحد نفسه حتى نفسه ما يقدرش يكون ليه تلميذ. ليه؟ ما هو المسيح لما حبنا عمل كده اتضع، لكنه أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. مش ممكن إنسان مش متضع يقدر يضحي. ما هو الإنسان اللي خايف على نفسه يضحي إزاي؟ اللي خايف على كرامته يضحي ازاي؟ اللي خايف على صحته يضحي ازاي؟ اللي خايف على امواله يضحي ازاي؟ فالمحبه البازله هي بغضه للذات اولا. الانسان ينكر نفسه عشان يقدر يحب، لا يطلب ما لنفسه بل يطلب ما هو لاخرين ايضا. انا ما بصش للحاجات اللي بتريحني واحاول اعملها، وان كان اخويا او صاحبي او صديقي هيتعب من اللي انا بعمله مش مهم، لان بحب نفسي. لكن لما بحب الاخرين ممكن ان انا اقول ينبغي ان ذلك يزيد واني انا ايه؟ واني انا انقص. محبه باذله فيها تعب، فيها سهر. يا ترى انا عندي محبه باذله من اجل الذي احبني اولا؟ هل مستعد ان انا ابذل نفسه من اجلي؟ الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، هل فعلا أنا أقدر أقول مع بولس الرسول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم جوع أم عري أم اضطهاد إلى آخره؟ هل فعلا إن أنا عندي هذه أو هذا النوع من المحبة للمسيح الذي أحبني وأسلم ذاته عني؟ هل أنا بحب إخواتي؟ هل أنا بحب الناس بنفس هذه المحبة؟ محبة باذلة. الحاجة الثانية إنها محبة غافرة. محبة غافرة، محبة غافرة. وبرضو المسيح هو مثالنا في المحبة الغافرة. على الصليب قال إيه؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. دول بيصلبوك يا رب، دول بيدقوا مسامير في ايديك ورجليك، حاطين اكليل شوك على راسك، بيطعنوك بالحربة في جنبك، هم تقول يا أبتاه اغفر لهم. ده الغفران اللي نابع من القلب اللي عنده محبة حتى لأعدائه، حتى لصالبيه. عشان كده مفيش محبة من غير غفران. ما اقدرش اقول انا بحب وانا مش قادر انسى الاساءة جوايا. عشان كده هنا بيقول اغفروا يغفر لكم، شرط. واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده ونتكلم عنه كتير. وانا عايز اقول لك انت لما بتغفر للانسان اللي بيسيء ليك انت اللي بتكسب مش هو. هوش عرفه، هوش دريان انك سامحت ولا لا، بس انت اللي هتشفى داخليا لما تغفر. لما تسامح انت اللي هتطيب. صدقوني اغفر. ولو مش قادر انك تغفر ابتدي فعلا بصلاة وبن ربنا يساعدك عشان تغفر للناس اللي أساءوا ليك، اللي ظلموك، اللي بهدلوك، اللي خدوك المحاكم، اللي عملوا فيك كذا وكذا وكذا وكذا. ما فيش يا جماعة غفران لخطايانا إلا إذا غفرنا. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ده شرط أساسي. وأنا عايز أقولك أنت مش قادر تغفر ليه؟ لو أنت مش قادر تغفر، أنت مش قادر تغفر ليه؟ عارف السبب؟ أصلك ما دقتش غفران المسيح.
ما دقتش الصليب. لو انت في مرة كده وانت مليان بالخطايا وانت عارف ان كلك اثام وكلك معاصي وانت اعترفت وتبت توبة حقيقية زي النهاردة بنتكلم على الانبا موسى الاسود لان ده مثال للتوبة الحقيقية، والمسيح غسلك من كل خطاياك ومن كل اثامك وطهرك وادالك سلام العجيب، قوة الغفران اللي انت خدتها دي هي اللي تخليك انك تغفر للناس كلها. زي ما المسيح بيسامحني انا بسامح الناس، لما بدوق غفران المسيح اقدر ان انا اسامح الناس. فانت مش قادر تسامح الناس، الاول دوق غفران المسيح، دوق الصليب، اركع اركع بكل توبة حقيقية وخلي ربنا يغفر لك اسامك وانت هتغفر لكل الناس. تقدر تقول بقى واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، تقول له اغفر لي يا رب لان انا بغفر لذنبي، هو يقول لك انا غفرت لك عشان تغفر اكتر. الموضوع يا جماعة عبارة عن سيركل، كل ما انا اقدر اعمل اللي اقدر اعمله، لان في حاجات بتبقى صعبة ان انا اسامح فيها، دي عايزة قوة غفران دم المسيح. لكن في حاجات ممكن انا اسامح فيها، اسامح عن حقي، اتنازل عن القضية، اتنازل عن الاشكال، مستعد اروح للانسان اللي زعلان مني علشان اقول له انا اسف. يبقى محبة ايه؟ غافرة. النقطة التالتة محبة عطاءة، عطاءة يعني تعطي. المحبة يا جماعة تدي، الانسان عنده محبة يعطي، عنده قوة عطاء عجيبة. لما بيتكلم عن العطاء يقولك ايه؟ ومن اخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك ايضا. من اخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك ايضا، خد اللي انت عايزه. وكل من سألك ايه؟ فاعطه. ومن اخذ الذي لك فلا تطالبه. عطاء عطاء. وبعدين يقول في العطاء كمان لما تيجي تسلف حد، وان اقرضتم الذين تطلبون ان تستردوا منهم فاي فضل لكم، فان الخطاة ايضا يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل. لكن انت بتقرض ويمكن الشخص اللي جاي مش قادر يقول لك اديني حسنة احسان، فيقول لك اديني سلفة، وانت عارف السلفة دي مش هترجع تاني، لكن انت بتديله لانك بتحب، عندك محبة. عشان كده القديس يوحنا الرسول يقول على الناس اللي بيطلقوا احشائهم تجاه الاخرين وما يقدروش يساعدوهم، يقول كده: واما من كان له معيشة العالم ونظر اخاه محتاجا واغلق احشاؤه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا اخوتي نحب لا بالكلام واللسان بل بالعمل الحق. اشوف انه محتاج اغلق احشائه احشائي عنه، فين المحبة هنا؟ عشان كده المحبة عطاء تعطي. وهنا بيتكلم عن عطاء تملي، كل انجيل ما يتكلم عن عطاء يتكلم عن الاجر، العطاء العطاء ليه اجر. اعطوا ايه؟ تعطوا كيلا جيدا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانكم، لانه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. هنا يقول كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانكم. اعطوا، جربوا فضيلة العطاء. وزي ما قلت انك انت لما بتعطي بتعطي عن ايه بقى؟ عن حب. المعطي الايه؟ المسرور، يحبه الرب. بتدي مش غصب عنك، بتدي بحب، هي دي العطية اللي مقبولة امام الله. العطاء بمسرة، العطاء بمحبة. محبة الاول ايه قلنا؟ باذلة، ومحبة ايه؟ غافرة، ومحبة عطاء، واخر حاجة محبة ايه؟ ساترة. يقول كده: لا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم. لا تدينوا، محبة ساترة. وطبعا إن كان المسيح مثلنا في المحبة البازلة والمحبة الغافرة، وهو مثلنا كمان في المحبة العطاءة، لأنه كده لما صلى للآب في صلاة الشفاعية وقال: وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. محبة عطاءة، وقال للمرأة السامرية: لو كنت تعلمين عطية الله
وأن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، لطلبتي أنت منه ماء فأعطاك ماء حيا. فالمسيح أعطانا ذاته، المسيح أعطانا مجده، المسيح أعطانا كل بركات الصليب والقيامة. المجد الذي أعطيتني قد أعطيته. المحبة الساترة أيضا، المسيح هو اللي بيستر، لأن المحبة تستر قسرا من الخطايا، وده اللي عمله المسيح لما جابوا للمرأة اللي أمسكت إيه في ذات الفعل. طيب حسب الناموس لا تقول إيه، نعمل فيها إيه دي؟ المسيح بص لهم كده قال لهم أنتوا كلكم حكمتوا عليها إن دي لازم ترجم لأنها إيه، امرأة أمسكت في ذات الفعل. راح موطي على الأرض وابتدى يكتب، وابتدى الناس يمشوا واحد واحد، كان يكتب لهم يقول لهم إيه. الظهر كان كلهم عندهم خطايا زي كده، يكتب له مثلا لرئيس الكهنة ولا الفريس اللي واقف ده اسمها فلانة علانة اللي انت ماشي معاها كذا، قاعد يكتب لهم، يكتب لهم على الأرض، كل واحد يشوف خطيته قدامه. من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. أتاري الكل واقع في الخطية، أتاري المرأة المسكينة دي لأنها اتظبطت بس اتمسكت. طب يا حبيبي تستر على أخوك، أستر على جارك، أستر على قريبك عشان ربنا يستر عليك. ليه بتحاول تفضح الناس؟ لا تدينوا لكي لا تدانوا. يا بحب قوي الآية دي، بقول له يا رب اديني نعمة ان انا ما دينش انسان خالص ولو بفكري، لان حضمن لما يجي يوم الحساب اقول له رب انا ما دينتش حد، فربنا على طول ما يقدرش يدني. هو قال كده لا تدينوا لكي لا تدانوا. بحكم عن النفس ليه؟ انا قريت قصة احد قالها احد الاباء، قال ايه، قال كان فيه يعني ناس اتأثروا في الحرب، منهم فتيات يعني، فجت واحدة قديسة وخدت بنت صغيرة كده وخدتها عندها في بيتها وعلمتها طريق الفضيلة والقداسة، ونمت فعلا هذه البنت في الطريق أو القداسة إلى آخره. وجات ناس تانيين أو جو ناس تانيين وخدوا أخت البنت دي وعلموها طريق اللهو والرذيلة والنجاسة وكل حاجة. طب ربنا لما يجي دين الاثنين ما عارف ظروف دي وعارف ظروف دي، عشان كده يا جماعة ما نحكمش في حد في أحد قبل الوقت. ربنا بيوزن ظروف كل واحد، كل واحد ظروفه غير التاني، الله ميزانه غير ميزان الناس. لا تحكموا على أحد قبل الوقت، لأن ربنا لما يجي هو اللي هينير الخفايا، لأنه هو فاحص القلوب والكلى. عشان كده لازم إن إحنا النهاردة ما نحاولش ان احنا لا نمسك سيرة ناس ايدانا ولا نزم في ناس ولا نحكم على ناس، لان جايز ان فعلا اللي احنا شايفينه ده فيهم هو ايه، قزة، لكن اللي في عيننا هو خشبة. خطية الإدانة دي خطيرة خطيرة صدقوني، بتهدم الكنائس، بتهدم الأسر، بتهدم العائلات، بتهدم كل مجتمع، كل مكان فيه مسك سيرة وإدانة للناس. تبص تلاقي انقسامات وأحزاب وحسد وغيرة. ليه؟ عشان الناس بتحكم على غيرها. قبل ما تحكم على غيرك احكم على إيه؟ احكم على نفسك. لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا إيه؟ أعداءكم. أحب عدوي إزاي؟ لازم أسامحه الأول، أغفر له، مش كده؟ لازم أستر عليه عشان كده أقدر إن أنا أحبه. ما هو أصل السبب في كل المشاكل اللي موجودة في البغضة اللي موجودة في القلب، إن ما فيش غفران، مش قادر أحب حد لأنه هو تعبني. أحبوا أعداءكم، عدوي المسيح بيقول يحبه، أغفر له وأحبه، وبعدين يقول إيه، احسنوا إلى مبغضيكم. بيكرهني أحبه إزاي؟ طيب هو بيكرهني، جايز يكون العيب فيا، بيكرهني ليه؟ عملت حاجة غلط؟ ما أنا أفحص نفسي وبعدين أسامحه، حتى لو كان قبلانه قالوا على المسيح أبغضوني إيه؟ بلا سبب. ممكن يكون في بغضة بلا سبب، لكن المسيح النهاردة بيقول لك سامح الإنسان اللي بيبغضك بلا سبب. باركوا لعنيكم. طب باركوا لعنيكم يعني إيه؟ اللي بيشتمني أباركوا؟ قالها بولس الرسول، نشتم فإيه؟ نبارك، نضطهد
فنحتمل، يفترى علينا فنعز، قصرنا كأغزار العالم وسع كل شيء. والمسيح كتب عنه في رسالة بطرس الرسول الأولى: الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، بل كان، وإذا تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن إيه؟ لمن يقضي بعدل. عشان كده صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. وهنا دي بقى أصعب حاجة، إنسان مستمر في الإساءة، يعني كل يوم يسيئون بيسوءوا ليكوا كل يوم، أصلي له؟ أصلي له لأن هسامحه الأول، هغفر له الأول، وبعد كده أصلي له علشان ربنا يفتقده بنعمته هو الأول، عشان ينال النعمة والخلاص والخليقة الجديدة، عشان هو كمان يتغير ويبقى عنده محبة للآخرين. ربنا يدينا نعمة علشان نعيش بوصية المحبة كل يوم كل يوم. قل أنا حبيت قد إيه النهاردة، عملت قد إيه، أو يعني باشرت وصية المحبة أو نفذت وصية المحبة في حياتي كم مرة النهاردة. لأهنا يعطينا نعمة عشان نكون سامعين وعاملين. لأهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين.